مش الحمد لله على السلامة الكبير. والله وحشتني يا حاج صبري، مع اني زعلان منك انك ما سألتش عليا طول الفترة دي، بس انا ما نسيتش انك ابويا اللي فضلت طول عمري تحت رجليه. انا ما اعرفكش، ابني اللي عارفه من زمان وربيته ما كانش هيخرج عن طوعي ابدا. تقوم تنسى كل ده يا حاج صبري؟ تنسى الايام دي كلها اللي عشت فيها تحت طوعك وتحت رجليك؟ يدي لو عصتني اقطعها واعيش عاجز ولا تحوج ليها ابدا. طب ما انت عاجز يا حاج صبري، هيبقى رجلك ويدك؟ انا كنت مستعد ارجع تاني تحت طوعك، بس انت طول عمرك شايفني صغير ومستكتر علي اكبر واكون كبير ولو مره واحده في حياتي. عشان ده ما كانش حقك، ده حق زكريا. تقوم تبايعه؟ تبايعه يا حاج صبري قصاد ان يجيبني تحت رجليك؟ طب انا هو تحت رجليك يا حاج صبري؟ كنت فاكر انني هعرف ربيك واعدلك في المهيله اللي انت ملتها. تربيني؟ تربيني على ايه؟ على السمع والطاعه؟ اني ما اخرجش عن الخط اللي رسمه زين العطار حتى وهو ميت؟ وانا اللي كنت فاكرك جاي ندمان وتحب على ايدي وتطلب السماح. ياه، انا فعلا ما ربيتش راجل. انا ما اعرفكش ولا انا اعرفك حاج صبري. انا ابويا صبري العطار الله يرحمه. ارتاح ارتاح يا راجل يا طيب. الله يرحمك حاج صبري. اللي رجعك يا عبد الله، زمان كنت اعرف عايز تقول ايه من غير ما تتكلم. كنت ابص بس لعينك افهم كل حاجه، لكن دلوقت ما فهمكش خالص. مش دي نفس العينين؟ وانا الايام اللي فاتت اقول ازاي عبد الله رضي يعمل فيا كده؟ ازاي رضي يكسر قلبي باختي؟ لكن دلوقت فهمت ان مش انت عبد الله ابن صبري العطار اللي حبيته. صبري العطار؟ صبري العطار كان راجل طيب وما كانش فيه زيه ولا هيبقى فيه زيه، ولسه راجل طيب. الله يرحمه. ألف سلامة يا حبيبتي، ألف سلامة.
مالكوا بتبصولي كده ليه؟ مش احسن تصوروني؟ عايزه اتكلم مع الهانم على استفراد. ها ايه رايك يا جيهان هانم؟ مالك يا ست انت في ايه؟ اتفضلي اطلعي بره، زياره ممنوعه. استنى يا صالح، اطلعوا سيبوني معاها لوحدنا، اسمعوا كلامي، عايزه اتكلم معاها لوحدنا. هاي يا ماما. خدوا الباب وانتوا خارجين، ولما نخلص هي تاكلوا الموز. سلامتك يا حبيبتي. ليك يا عين تجيلي بعد اللي سمعتيه لي وانا في بيتك؟ جاي عشان ايه؟ عشان اللي خلاكي تخرجيهم وتسمعيني، علشان اللي بينا اكبر من طريقه كلام ما تعجبكيش. يعني اتفقنا؟ لا طبعا لسه ما اتفقناش. مالك حاملي عليا قوي كده؟ لسه هنتفق. على ايه؟ انت عايزه رجاله عشان ترجعي القصر، انا هرجعك القصر بس مش لوحدك. يعني ايه؟ هرجع القصر معاكي، ورجلي على رجلك، وزيك يا جيهان، وراسي براسك، واللي يقولك بعد اذنك يستأذني قبل منك، واللقمه اللي هتاكليها هتتقسم ما بيننا. بتحلمي؟ ان الاوان احلامي تتحقق. وبعدين ما انتش لوحدك يعني اللي اتجوزتي زين؟ ده انا الاولى. قصدك القديمه؟ القديمه تحلى. ماشي هناء، هفكر واقول لك. هناء. هناء هانم. ميرسي على الزياره، اتفضلي بقى من غير ما ترد. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا نور عيني. انت بتقولي ايه يا مغبوله انت؟ ابويا مات؟ انت بتقولي ايه يا رجاي؟ عبد الله؟ مالك يا علي؟ في ايه؟ صفقة شو جديد اللي عم تحكي عليها يا مسي سليم؟ وبعد الصفقة القديمة ما فاتت على مخازنكم؟ ما فاتت على مخازننا، آه، بس مخازننا دخلها سلاح قد الصفقة دي 4 مرات. وبعدين انت عارف كويس يا سراج، العطارين لما بيحبوا يجيبوا حقوقهم
بيجيبوها ازاي؟ واللي انا عارفه كمان انه عائلة العطارين انقسمت، ومن بعد ما انقسمت اتفرقت. زكريا مطلوب ومطارد. قصر العطارين اتاخد منكن وفيكن. اسعار اسهم المجموعه، مجموعتكن، عم تنزل كل يوم اسعارها بالبورصه. افهمي من كلامك ده يا سراج، كلامك بيقول انك مش ناوي تقف معانا، رغم انه ما ينفعش غير انك تقف معانا. التاريخ بيقول كده، تاريخنا بيقول ان العطارين هم دايما الحصان الكسبان. تاريخ بيظهر انك نسيت نحن بايام ما حدا عم يقرا تاريخ، والناس اللي برا كلهم عارفين بوضعكم، واكيد مش مني كتار اللي عارفين. وانا ما عنديش حاجه تستخبى عشان اخاف انهم يعرفوها، وزي ما انت قلت ده شغل، شغل يعني كل اللي